في فقرة أخبار صغار ستار معكم أنا ديما العجلان. راح نبدأ بالخبر الأول. في زيارة ولي العهد الأميرة محمد بن سلمان للوس أنجلوس، وهو هناك قابل شركة وارنر براذر، وهذه الشركة تصنع أفلام وترفيهية في العالم، وطبعا ناقشوا فرص عشان تصير شراكة بين المملكة وبينهم، وهذا شيء مرة كويس لأنه بيفيدنا كلنا. وأنا مرة مبسوطة لأن السعودية قاعدة تتطور للأحسن للأحسن. الخبر الثاني، بما أنه الأسبوع الماضي جانا غبار، وحتى في الصين جاتهم موجة غبار نفسنا، والأطفال هناك استغلوا موجة الغبار ورسموا على السيارة من وراء رسمات تجنن. أنتم بعد شاركونا بهاشتاج غبار الرياض. وهذه كانت آخر أخبارنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا ديما العجلان، نشوفكم في حلقة ثانية. مع السلامة.